بتقفل على ايه؟ بكره في ايه؟ بكره في ايه؟ كل اللي انتوا بتتكلموا فيه باختصار، وكل اللي انتوا بتتكلموا فيه، وكل اللي انتوا بتتكلموا فيه من تدعيم ومن رؤية فنية وكل ده، كل ده بيتجهز على طاولة مجلس إدارة النادي الأهلي وبدون مسبق أحداث أو أتكلم بشكل مسبق، لكن دايما بقول لكم على داتا أو معلومات وبشكل شخصي وتسألوني فيها بشكل شخصي. تدعيمات يناير هي تدعيمات مميزة جدا، تدعيمات من خلال لجنة الكرة والجهاز الفني، يعني بنتكلم في 3-4 صفقات حلوين حلوين، وبتتكلم في انك في لعيبة كتير ما كانتش مقيدة افريقيا وبالتالي هتاخد الفترة الجاية وهتظهر بالشكل المطلوب، هتتكلم في عودة مصابين تشوف فرقتك بشكل كبير، هتتكلم وده سر ان في بعض اللعيبة امبارح تحملت على نفسها ولعبت وهي مصابة، في بعض اللعيبة تحملت على نفسها وحبت تلعب وهي مش جاهزة 100%، لان في الاخر عدد الاصابات اللي موجود في الفريق موصلك للحد ده. هتقول لي ما هو انت كنت ممكن تستعين بواحد زي مؤمن، واحد زي ناصر ماهر، واحد زي احمد حمدي، وكان تاخدهم في الاثنين نهائي بدل ما ينزلوا يلعبوا تحت في الناشئين، وكنت تلعب بيهم مباراه الوصل. اقول لك كلام كويس جدا، لكن ثق تماما ان الجهاز الفني اللي موجود بيشتغل على المحور الاهم، ثق تماما ان الجهاز الفني المطلوب بيشتغل لمصلحه الفريق. من الواضح والاكيد ان امبارح كان في اخطاء، والاكثر تاكيد ان الاخطاء دي محل تقييم ودراسه، وان في تقرير هيكون مقدم من الجهاز الفني لمجلس اداره النادي الاهلي في كل النقاط فوق الحروف، كل النقاط فوق الحروف، الناقص ايه واللي جاي ايه والدنيا هيحصل فيها ايه والتقرير اللي فات ايه وبعض الامور، كل حاجه كل حاجه. وثقوا تماما ان الاهلي بيتعلم من اخطاء، وثقوا تماما في الاداره اللي انتوا بتقولوا عليها اداره كرويه وعايزين نشوف فيها شغل في الكوره. الفتره اللي جايه هيكون في شغل في الكوره، عشان بقول لك ان كل واحد بيترجم من خياله، وكل واحد بيترجم زي ما هو عايز، كل واحد اي لقطه يتكتب عليها اي كلام، اي حاجه تتكتب بشكل معين، اي حاجه. فاكيد عايز اوريكم لقطه، واحنا ماليش دعوه باي حاجه، احنا هنشوف لقطه ونعلق عليها عادي خالص.